نكمل مع بعض أدلة أكتر على موضوع طوفان نوح العالمي. والمرة دي أنا سألت حضراتكم في البداية إيه أدلة الطوفان؟ قعدنا نتكلم على الطبقات الرسوبية والقشريات والحيوانات والأسماك وغيرها وغيرها وغيرها. عايز أضيف إليها بعد تاني كمان. طيب الكتاب المقدس بيقول لنا المية تراجعت تراجعا متواليا، وده معناه بتتكلم على مية فوق غطت أعلى جبل بسبعة متر. يبقى لما بتتراجع المية تراجع متوالي وبسرعة في أيام، أنت بتتكلم على مية ضخمة، يعني المية دي بتشيل قدامها حاجات كتيرة قوي. هل في أدلة على حدوث الطوفان العالمي؟ يوجد ما يسمى الأخاديد. إيه قصة الأخاديد دي؟ ندرسها مع بعض حتى زيادة كمان. لما بنتكلم على انحصار المية في حاجة اسمها أخاديد بتتكون، وحاخد على سبيل مثالها المثال اللي هو الجريت كانيون أو الأخدود العظيم اللي موجود في أمريكا، وده الدرس وناس كتير يمكن في أمريكا عارفينه. المية لما بتتحرك وبتتراجع وخاصة بتنخفض بتشيل قدامها، بتحفر قدامها في الصخر. لو نبص مع بعض جريت كانيون اللي واضح انه كان في يوم من الايام طبقة مستوية كانت مسطحة، وده باين من سطحها، شكل السطح بتاعها اللي يبص عليها يلاقيه شبه متساوي، ولكن محفور في كل حتة دلوقتي. ايه اللي حصل له؟ ايه اللي خلاه يتآكل بهذا المنظر؟ تعرفوا دايما بيفسروه بايه؟ طبعا الرياح ما تنفعش تشيل هذا المنظر خالص، ولا زلازل ولا براكين ولا غيره ولا أداة حفر. طبعا دايما يفسروا جريت كانيون وغيره من الأخاديد العملاقة بأن هو أي مجرى ماء يعدى فيها. يعني على سبيل المثال اللي هو الأخدود العظيم في أمريكا بيفسروا أن نهر كولورادو هو اللي حفره. نهر كولورادو إيه اللي حفره؟ نهر النهير ده الصغير يحفر الأخاديد العملاقة دي إزاي؟ ما ينفعش، وبالأدلة ما ينفعش. ليه؟ نهر كولورادو ده نهر صغير ملهوش تاريخ يثبت ان هو كان نهر ضخم في وقت من الأوقات مستمر لفترات طويلة عشان يحفر. وحاجة تانية، لو كان بالفعل النهر ده موجود وعملاق بالمنظر ده قبل ما يحفر جريت كانيون، طب ما عداش حواليها ليه بدل ما يحفر فيها؟ ما المنطقة المحيطة بجريت كانيون منخفضة، ما عداش حواليها ليه؟ تخيلوا طيار مية جاي يلاقي منطقة جبلية مرتفعة قدامه وحواليها منطقة منخفضة، ما عداش ليه في المنطقة المنخفضة؟ ليه يصر ويكبر ويركب دماغه وحيحفر المنطقة دي الجبلية المرتفعة؟ يعني حيحفرها ملهاش معنى، ما يعدي في الحتة المختلفة الانخفاضات بدون عناء. الحاجة التانية، ارتفاع جريت كانيون ارتفاع قد ايه؟ 3000 قدم فوق سطح البحر، ومن مكان النهر دلوقتي لغاية فوق 3000 قدم علشان يحفر النهر فيه، يحفر الأخاديد دي، يكون محتاج النهر ده في يوم من الأيام يكون ارتفاعه 3000 قدم فوق الارتفاع الحالي. بالضبط أستاذ رينيه، المية ما تجريش في العالي. فعلا مثال جميل قوي في وقته، يعني مع ملاحظة ان هو برا الأخاديد دي المنطقة منخفضة، يعني متوقعين ان النهر يفضل يرتفع والمية تطلع فوق ما تنزلش. طبعا حاجة غريبة توصل لارتفاع 3000 قدم عشان تحفر الصخور ويمشل نفسه الطيار فيها، طبعا غير مقبولة. تفسيرها العلمي الوحيد رغم ان كتير بيرفضوا ويعترفوا بيه ان كان في مية مغطية هذه المنطقة بالكامل وخليها كانت متسطحة تحتها، ولما ابتدت تنحصر المية خدت معاها أخاديد. اللي بيعيش على شاطئ مناطق فيها رملة كتيرة ويشوف الموجة لما بتمشي
بس رملة تكون مخلوطة بحصو أو بحجارة، يشوف المية لما تيجي وتجيب معاها رملة وهي ورجعة بتشيل معاها الرملة ازاي وبتسيب أخاديد في قلب الحجارة. اللي يتابع الأمر ده ويدقق حتى لو بيشوفه على مستوى سنتيمترات، ده اللي حصل في جريت كانيون، بس بتتكلم على ارتفاعات كيلومترات. ده المنظر اللي حصل فيه، مياه كانت مغطياه، ابتدت المياه تتراجع وبتنسحب بقوة، بنتكلم على سرعات ضخمة، بتحفر فيه وكل ما بتنزل بتكمل حفر بتكمل حفر لغاية ما في النهاية سابت الأخاديد الكبيرة دي اللي قدام. مصدر المياه الوحيد اللي يكون مغطي وادي بهذا الحجم، وده مش الوادي الوحيد، ده مثال من أمثلة مئات الأخاديد الموجودة، لا يصلح غير انها تكون متغطية بمية وحفرتها وهي بتمشي. نوح كم طوله ازاي؟ نوح طوله زينا. يعني ايه نوح كم طوله؟ 1.70 متر، 1.80 متر، متوسط طول الانسان 1.75 متر. لا ما كانش 60 ذراع لو حضرتك ده اللي تقصده. لا نوح ما كانش 60 ذراع ولا غيره يعني. anyway نرجع للنقطة بتاعتنا. فالأخاديد دي ملهاش تفسير اتكونت ازاي، وعارفين ان هي مش فعل رياح، الرياح ما تعملش هذه المناظر، ده مية اللي تعمل هذا الأشكال دي كلها والحفريات دي كلها، ليس له تفسير غير حدوث الطوفان اللي يعمل هذا الأمر بالكامل. حاجة تانية لقوها في مناطق تانية كتيرة اللي بتكون التربة بتاعتها أكتر صلابة ولكن بتتخللها تربة خفيفة، ويلاقوا فيها شقوق طولية يلاقوها دايما مليانة بالرملة، رملة البحر. ليه؟ ورملة بيكون فيها قشريات. ليه؟ حاجة زي كده، طبقة زي كده يلاقوا فيها شق المفروض ان هو زي ما بيقولوا ملايين السنين، رغم ان هو مش ملايين السنين ده ايام، لما يلاقوا فيه شق بالطول يلاقوه مليان برملة بحر. طيب ليه؟ جت من فين رملة البحر اللي ملت الشق ده بالكامل؟ غير ما يكون طوفان غطى العالم كله ورسب الطبقات الرسوبية في كل مكان، وده أثار انحصار المية وهي بترجع وبقوة وبتنحصر بسرعة مئات الكيلومترات في الساعة، واللي بتخليها ما عندهاش حاجة اسمها تلف حوالين الجبل لأنها بتنخفض من فوق الجبل. المناطق الشكل ده متكرر في مناطق كتيرة جدا، لا يؤكده إلا أن كان الطوفان مغطي كل هذه المناطق وهي وبتنحصر هذه المياه العملاقة عملت الأخاديد دي كلها. طبقات مقطوعة بالمناظر دي كلها عند شاطئ البحار والمحيطات، ونلاقيها ارتفاعها 30 قدم و80 قدم وأكتر. الارتفاعات دي كلها ايه؟ ارتفاعات البحر اللي جات وغطتها وأخلتها وخلتها بالمنظر ده. ما ينفعش، الماء ما بتوصلش الغاز لغاية الارتفاع ده، بنلاقي مناطق مقطوعة بالمنظر ده فوق سطح الجبال 400 و500 متر فوق سطح المية، و5000 متر فوق سطح المية، والعرض بتاعها كمان عرض ضخم، مش موجة واحدة تيجي موجة تسونامي. دي مية بتتحرك بسرعة عالية جدا. دليل آخر أيضا، صخور مميزة لمنطقة معينة حوريها لحضراتكم دلوقتي، الصخور دي عليها اللي بيدرسها بيلاقي عليها آثار صدمات عنيفة جدا. لما حب يدرسوا الصدمات دي بالشكل المميز ده للحجرين لما بيخبطوا في بعض بتنتج ازاي، لقوها ما بتنفعش غير لو اطلقت كسرعة قذيفة 110 كيلو في الساعة واتصدمت بحجر تاني، ودي علامة مميزة في الصخور دي بيبقى بالمنظر ده والكسر اللي فيها ده، ما ينفعش يخبطوا حجرين في بعض يعمل هذا المنظر، لازم يكون الحجر ده سرعته 110 كيلو متر في الساعة. مفيش ريح هيشيل حجر بالمنظر ده بسرعة 110 كيلو متر في الساعة،
ويخبطوا. واحنا مش بنتكلم على حجر ولا اتنين، احنا بنتكلم على بلايين من الاحجار في مناطق واحده، ومناطق واحده مش بنتكلم على كيلو واتنين، بنتكلم على مئات الاميال. ايه اللي يفسر ده؟ ما يفسرهاش غير تيار ميه عنيف جدا بيتحرك بسرعه اكتر من 110 كيلو متر في الساعه، موجه عملاقه جدا، اعلى من اي موجه تسونامي عرفناها، لان اعلى موجه تسونامي عرفناها لغايه دلوقتي ما تعدتش ال 50 كيلو متر في الساعه. تخبط في بعض الاحجار دي وتسبب لنا المنظر اللي احنا شايفينه بسبب اندفاعها بتيار الميه، ونلاقي الاحجار واضحه جدا ان مصدرها من المنطقه دي، وتوصل لغايه مناطق تبعد عنها ب 800 كيلو متر، وهكذا نلاقي من إلياهو توصل لغاية ألبرتا في كندا، ونلاقي سرعة انتقالها بعشر ساعات. ده حاليا البشر بالمعدات اللي عندهم ما يقدروش بعربيات ينقلوا الصخور دي ويوصلوها من هنا لهنا بهذه الكمية في عشر ساعات بسرعة 110 كيلومتر في الساعة. مع ملاحظة احنا بنتكلم على ايه؟ مناطق بعيدة عن الجبال، بعيدة عن البحار. ألبرتا بينها وبين البحر بنتكلم على فوق 1300 كيلومتر، وعازل بينها وبين البحر جبال روكي. يعني لازم المية تكون اعلى من ارتفاع جبال روكي عشان توصل لغاية منطقة زي ألبرتا وترمي فيها الحجارة بالسرعة دي كلها. ده كل يشهد لطوفان نوح اللي عمل الأمور دي كلها. أرجع تاني لموضوع حفريات الديناصورات. غير المنظر اللي وريته لحضراتكم، لقوا ديناصورات متحجرة بمناظر غريبة. ديناصور متحجر وهو في وضع، وهو بيضع البيض، جات عليه الطبقة الرسوبية غطته وهو لسه بيبيض. آسف معلش، صوت الفاكس كالعادة. صورة تانية اهي بهذا المنظر، الموجة دي فجأته وهو الديناصور بيضع البيض بتاعه في العش، وتغطى هو بالبيض بتاعه بالكامل بالطبقة الرسوبية دي. كان بهذا المنظر المعروف وتغطى باللمستون مباشرة، وتضغط بعد كده واحتفظ بنفس المنظر ما تغيرش المنظر اهو. يلاقوا ايضا كائنات بحرية اتضغطت وهي بتبيض، وهي بتلد. على سبيل المثال الاكثيسورس ده، لو شايفين المنظر معايا كويس قوي هتلاقوا لسه بيولد واتحجر هو والمولود اللي لسه ما اكتملتش عملية الولادة. والطبقة دي غطتهم مباشرة وما كانش مات وتحجروا. أسماك لسه في مرحلة الولادة أو في مرحلة البيض أو غيره، أو بتبلع طعامها. منظر ده أسماك لسه بتاكل واتدفنت، سمكة لسه بتبلع الأكل بتاعها واتدفنت. كل دي صور لحفريات بيلاقوها بهذا المنظر. اسماك كانت عايشة حياتها الطبيعية عادي جدا، وأثناء ما بتاكل وبتبلع الطعام بتاعها اتحجرت، جات عليه الطبقة العملاقة الرسوبية دي غلطته مرة واحدة ما سبتلهوش حتى دقايق. بهذا المنظر. طب ايه اللي يفسر الاسماك دي واللي حصل لها بالمناظر دي كلها؟ وأعلى سونامي نعرفه حاليا ما يعملش الأمر ده. حاجة تانية أيضا من بيض الديناصورات، مش بس الحجارة، لكن نلاقيه في ترتيب غريب. المفروض أن الديناصور لما بيحط العش بتاعه بيبيضه في مكان واحد وبيبقى في شكل دائري أو غير على أرض مستوية. نلاقي
البيض اللي من نفس الزمن واللي من نفس الشكل بل بنفس الوضع الواحد، الديناصور بيض كذا بيضة مع بعض في نفس الوقت، نلاقيهم في ارتفاعات مختلفة في مناطق رسوبية حوالين بعض متحجرين بالمنظر ده، نلاقي واحدة في مستوى تحت، واحدة فوق، واحدة أعلى، واحدة أعلى، واحدة أعلى. ده تم ازاي؟ ما ينفعش غير ان جت موجة فعلا مليانة بالليمستون، واللي بسبب الموجة بتتقلب البيض ده بيتقلب فيها وترسب مرة واحدة وخد الشكل ده والضغط وتحافظ على كده. والدليل ان هو الضغط، نلاقي اللي تحت مكسور من الضغط اللي عليه واللي فوق سليم، والطبقة اتحجرت وتصلبت وعليه فحافظت عليه، اللي فوق سليم واللي تحت اتكسر. ده المفروض كنا نلاقيه عش واحد، مش نلاقيه بالمنظر ده. الطبقة دي كلها طبقة رسوبية جت غطت عش الديناصور مرة واحدة وعملت هذا المنظر في بيض الديناصور. موجة واحدة جابت رسوب طبقة رسوبية عملاقة غطت وعملت هذا المنظر. المناظر دي على فكرة بنشوفها فين؟ ما بنشوفهاش في قاع البحار والمحيطات، ده بنلاقيها فوق جبال. المناظر دي فوق جبال. ايه اللي جاب الطبقة الرسوبية اللي قلبت البيض بالموجة دي وصلبته وحفظته بهذا المنظر فوق جبل، ومش مرة ولا اتنين، الاف المرات. الطبقة دي جات من فين؟ في كل بلاد العالم، او معظم بلاد العالم، اسف عشان ما كنتش، او معظم قارات العالم. كائنات مائية مدفونة في وضع وهي بتحاول تعوم وتلاقي بتحاول تخرج من الرملة، مش ميتة، دفنت حية. أعين السمك نلاقيها سليمة، القشريات بالحاجات بتاعتها، بالقشور، بالزعانف، بالعينين، بكل شيء سليمة. حتى الحاجات الرخوية البسيطة اللي تتاكل بسهولة جدا برضو نلاقيها سليمة. كل الحاجات دي كلها ونلاقي يعني ملهاش حل غير ان هي تكون اتخلطت مع بعض، ونلاقي كائنات بحرية وبرية مع بعض في نفس المكان. يعني هذكر لحضراتكم بعض امثلة من الكتب اللي اكدت هذا الامر، ومش كلهم مسيحيين. يقول hundreds of thousands of marine creatures were buried with amphibians، يعني كائنات بحرية مدفونة مع كائنات برية، مع حشرات spiders، مع عقارب اللي جاب العقرب للكائنات البحرية اللي دفنوا مع بعض، مع حشرات insects، مع reptiles. كل الفوسيلز دي كلها، الأحجار، الحفريات دي كلها والمتحجرات دي كلها موجودة مع بعض. فلما بيلاقوا دراسة تانية جابت مكان تاني في 100,000 حفرية أو كائنات متحجرة من 400 species مختلفين، من 400 جنس مختلف بيعيشوا في مناطق مختلفة، ما بيعيشوش مع بعض. والكلام ده كان في المنطقة اللي هي ميزون كريك اللي موجود في شيكاغو. مش عايز اطول الموضوع ده، عندي كمية كتيرة قوي من الدراسات، بس حقيقة انا طولت على حضراتكم قوي، ليا دلوقتي ساعتين ونص بتكلم. فعايز ادخل على اخر دليل، اكون صدعتكم لغاية كده، اخر دليل اقوله لكم، والموضوع ده ارجعوا واقروا فيه. مشروع في امريكا علشان يبنوا قناة ايري في نيويورك. المشروع ده كان من سنة 1817 ل 1825. القناة دي علشان يبنوها اضطروا يحفروا لأعماق كبيرة قوي في الجبال وفي الطبقات الرسوبية. كويس؟ ده الصور القديمة أو الصور التخيلية لهذا الأمر، ودي الصور القديمة اللي اتعملت للقناة دي أيام ما كانوا بيحفروها. يمكن المصريين تفهموا حضراتكم لما أقول لكم يشبه مشروع شق قناة السويس، بس حاجة مختلفة، أصغر بكتير طبعا وكده. المشروع ده استلزم يقطعوا طبقات كتيرة من الأرض، منهم الطبقات الكالسيوم الرسوبية الليمستون وغيرها، واللي بيقدروها علماء التطور بأنها طبقات من السيلوريان وغيرها
من 419 ل 485 مليون سنة. وده اللي بيأكدوا عليه علماء التطور الرافضين للكتاب المقدس. بنتكلم على طبقة عمرها 450 ولا 430 مليون سنة بيحفروا فيها العمال. العمال كانوا بيحفروا وبيزيلوا صخرة كبيرة قوي، صخرة صماء ناشفة قوي ما فيهاش ثقوب ولا حتى ما تدخلش هواء ولا غيره من الكالسيوم الصخري. فوجئوا تحتها بالآتي. إيه اللي لقوا تحتها؟ لقوا قبور صغيرة لضفادع تحت الصخرة دي مدفونة للمنطقة للطبقة الرسوبية اللي فيها قشريات بحرية والكلام ده كله، اللي تعمق كبير في الأرض بنتكلم على 80 قدم وغيره. إيه المفاجأة؟ عادي لغاية دلوقتي. المفاجأة أن الضفادع دي كانت في حالة كمون، ما كانتش ميتة، اللي هي المرحلة اللي بيسموها الهايبرنيشن اللي بتعملها الضفادع. طبقة بيقولولنا علماء التطور أن هي من 430 مليون سنة، لكن احنا نؤمن أنها من زمن الطوفان من 4500 سنة. لقيوا فيها حالة الضفادع دي. حاضر اللي طالب باللينكات، هحط حرف على الملف على الموقع وهتلاقوا اللينكات وهتلاقوا الأدلة وأسماء الكتب والكلام ده كله موجود فيه. إيه قصة الهايبرنيشن اللي بتدخل فيها الضفادع؟ الضفادع في فترة الشتاء لأنها من ذوات الدم البارد، لما الحرارة بتنخفض عن 10 مئوية بتقعد في الحفر دي وبتحافظ على نفسها لشهور والسنين. كان يتوقع أنه ممكن تحافظ على نفسها ممكن لمئات السنين لو ما تغيرتش الحرارة، ولكن الموضوع ده ثبت أن هي تقدر تقعد أكتر من كده، ممكن توصل لألاف السنين زي ما احنا شايفين في حالة البيات الشتوي. دي كانت مفاجأة كبيرة جدا لما فحروا لها وخرجت الضفادع من الحفر بتاعتها اللي كانت موجودة حية في حالة كمون. لما اتعرضت للهواء والحرارة ابتدت ترتفع، ما تقدرش الضفدعة تحافظ على نفسها في حالة الكمون لو الحرارة ارتفعت عن 10 مئوية، ابتدت تنشط وابتدت تقفز وابتدت تعود للحياة الطبيعية. شهدها العمال وشهود عيان كتير وصحف كتيرة في أمريكا كتبت هذا الأمر وسجلته وتسجل في كتب، ولكن الضفادع دي بعد ما طلعت من الجحر بتاعها في زمن ما بين ساعات لأيام قليلة ماتت. احنا بنتكلم هنا مش على عظام ولا أنسجة، احنا بنتكلم على ضفادع حية فضلت موجودة 4500 سنة أو أقل من 5000 سنة في هذه الطبقة الرسوبية. الكلام ده مثلا المجلة الأمريكية العالمية في يناير 1822 سجلت الحدث ده وكتبه بالتفصيل، وآدي النص بتاعه وآدي الدليل بتاعه. أيضا اتنشر على موقع الأونتاريو الحكومي، هتلاقوا الموقع ده شارح الموضوع ده بالتفصيل في هذا اللينك، وتقارير كتيرة كتبت الأمر ده واللي هو غريبة وظاهرة عجيبة، لكن ربنا أراد أن يحافظ على حاجة تشهد مش بس حاجات أموات، حاجة حية تشهد على طوفان نوح. في نفس الطبقة دي طبعا لقوا فيها قشريات كتيرة، منها قشريات حية، والكلام ده اتنشر واتحفظ زي ما بيقولولنا، وآدي اللينكات اللي يحب يرجع لها كتير قوي. آخر حاجة البحر الأسود، دراسة تؤكد أن البحر الأسود ده مش موجود كده من زمان، ده من 5000 سنة. مية كتيرة كانت موجودة ولما تراجعت سبته وغيرها، بس يعني عايز اكتفي بالقدر ده لأن تعبت حضراتكم.